حياة الترف باتت في عداد الماضي بالنسبة لكارستن ديغ الذي يكتفي اليوم بركوب الدراجة الهوائية بعد أن كان يكسب كمدير للتأمين أكثر من 100,000 يورو سنوياً. في المكتب كنت أشعر وكأنني ملك يرتدي بدلة مصممة له خصيصاً، لكن هذا لم يشبع طموحي. لقد استقال كارستن ديغ من عمله القديم وبدأ قبل سنوات بالتدريب المهني كنجار. كان حينها يقترب من سن 40. لقد سخر منه الكثيرون، لكن رغم ذلك استمر فيما كان يطمح إليه. في البداية كنت أتعثر في الورشة بين الخشب والآلات، وكثيراً ما علقت ساقاي في المنصات. بعد أن استغرب زميلي الذي يصغرني ب17 عاماً من امتثالي لما يقول، سألني عن السبب، فقلت له لأنك تعرف أكثر مني. بعد إكماله التدريب المهني، عمل كارستن ديغ في ورشة نجارة في حي كرويتسبرغ في برلين. إنه شغوف بإبداع الأشياء الجديدة، رغم أنه يحصل على راتب إجمالي لا يتجاوز 300 يورو. كيف يمكن العيش بهذا المبلغ الضئيل؟ لا أعرف. في البداية كانت لدي بعض المدخرات، ثم تخليت عن الكثير من الأمور الكمالية، واتفقت مع الشركة التي كنت أعمل فيها كي تدفع لي راتباً لبضعة أشهر إضافية. وفي نهاية فترة التدريب المهني أصبت بشيء من التوتر، لكن رغم ذلك سارت الأمور على ما يرام. كذلك أقبلت سوزانا جيغ على انطلاقة جديدة. إنها الآن تدير شركة متخصصة في التدريب. سابقا كانت تعمل مديرة لمكتب الكنيسة الإنجيلية في برلين، وكانت وظيفتها ثابتة. بعد أكثر من 20 عاما استقالت من عملها، لكنها لم تسلم من النقد وسماع التهكمات. لقد اتهمت بالجنون وعدم القدرة على الاستمرار، وفكرت في الأمر وماذا سيحدث لي لو فشلت بهذه الخطوة أو أن يكون مدخولي ضعيفا ولا يسد تكاليف المعيشة. حينها وسيت نفسي وقلت ربما سأعمل كعاملة نظافة أو بائعة أو أي شيء آخر. إنها لا تريد العودة إلى العمل في مجال الخدمة العامة. سوزانا جيغ كانت تشعر وهي تقترب من سن 50 وكأنها مدفونة وهي حية. الموظفون وحتى المدراء لا يتمتعون دائما بحرية أثناء اتخاذ القرارات الفعالة والسريعة، ومن تجربتي لاحظت أن قرارات كهذه لا تتخذ بشكل موضوعي بل بشكل شخصي. ما كان يؤسف سوزانا جيغ هو اتخاذ القرارات وفق الأهواء الشخصية. أما اليوم فهي تقدم المشورة للناس غير السعداء في عملهم. إنها تريد أن تنقل خبراتها إلى الآخرين. أريد أن أختار العمل والزملاء والفترة التي أمارس بها العمل، وأن أمتلك الحرية التي تخولني القيام بالعمل الذي يوافقني ويوافق قدراتي. أنهى كارستن ديغ التدريب المهني، وهو يعمل الآن كنجار لحسابه الخاص. توقفت ببطء دون أن أضغط على الفرامل بقوة. هناك من يقول إنني سأستمر في عملي مهما حدث، لكنني أحب تجربة الأمور الجديدة. لقد استغنى عن البدلة وربطة العنق، وهذا في حد ذاته حرية كبيرة بالنسبة إليه.